12 انا مستمره قطع رقبتك يا بعيده. بتدعي عليا؟ شايفه اشرف بتدعي عليا ازاي؟ دعاء الحواري بتاعها ده؟ ايوه حواري يا شغل بره، اشحال ما كنا ساكنين في شارع اسمه الدعبس. يا جماعه احنا جايين علشان نحتفل بترقيتي، مش عشان نكمل وسط الردح اللي كانت شغاله في الشقه. انا مستعديه اعمل هدنه بس موز موز. وتسكتي ما اسمعش حسك خالص؟ اه هسكت مش هفتح بقي. تصدق ان انت راجل ما عندكش دم؟ ازاي تبصي لها قدام الناس كده؟ انت عبيطه؟ دي مراتي. اهري انكتي في نفسك، عايزاكي تولعي نار. كملي احنا اتفقنا عليه. عيب عيب بقى. ما انت شايف هي اللي بتبتدي. طب ايه رايك بقى يا اشرف ان انا مش هسكت الا لما تبوس ايدي انا كمان؟ ايه شغل عيال ده وفاء؟ ايوه شغل عيال، بوس ايدي وانا مش مراتك انا كمان ولا ايه؟ وما اسمعش حاسس خالص؟ خالص مش هتكلم تاني. يلا. ايوه كده. بذمتك يا اشرف. ايدي انا احلى ولا هي؟ والله يا كمان يا ايدي. ايه يا مهيد؟ انت هتقارني نفسك بيا ولا ايه؟ انت هتعملي راسك براسي ولا ايه؟ انا اعمل راسي براسك يا معصعصه يا مصديه. اوعي الناس تتفرج علينا. الناس تتفرج علينا كده غلط. يا جماعه انتوا برقبتك. ايه يا عرفانه؟ بيوتكم انتوا الاثنين. يا نهار اسود. عاجبك كده؟ اهو مشي وسابني. اتجعسي بقى. ما هو من كلامك وقلة أدبك ما بتمسكيش لسانك خالص. انت عارفه لو ما مسكتيش هقطع رقبتك. اخلصي. اطفحي بقى. حلوه بتاعي دي. يا لهوي. احسن يكون ما دفعش الحساب. تابع جميع حلقات هذا المسلسل على فيو.